كل ديربي وحده. شفنا لقاء الذهاب بعد ما كان متقدم الترجي هدف مقابل صفر، أصبح متقدم النادي الإفريقي هدف كل ديربي وحده. شفنا لقاء الذهاب بعد ما كان متقدم الترجي هدف مقابل صفر. كأس الاتحاد الإفريقي مع وجود مدرب محنك يعرف جيدا خفايا الكرة الإفريقية، اللي هو الإفريقي مع وجود مدرب محنك يعرف جيدا خفايا الكرة الإفريقية اللي هو المدرب جوار. كرة على مستوى القائم الأول، أليكسيس ميندومو يبعد الكرة مدى أول. أليكسيس ميندومو يبعد الكرة مدى أول. أليكسيس دفاع زهير الذوادي اللي يمشي من الجهة اليسرى، ثم خالد المليتي، وتعدد الهفوات على زهير الذوادي، والانذار بالنسبة للقائد وصاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن أسامة الدراجي. الاستدامة الأخير مع زميله في المنتخب الوطني الأول زهير الذوادي. لصالح النادي الافريقي عادل التوزيعة من ايزيكيل، توزيعة كانت في اتجاه زهير الذوادي، كان معاه ايضا سامح الدربالي، ومن جديد التوزيعة من ايزيكيل، والاشارة بوجود ضربة جزاء ورأى مخالفة في الاحتكاك الاخير بسامح الدربالي. الحكم نزل شوية ما فماش حاجات حاجات نجم تقول، ما فماش حاجه تكاتف نجم نقولوا، اي تكاتف نجم تقول حاجه عادي، معناها ما فماش حاجه في ضرب جزاء، معناها نتصور ما فماش ضرب جزاء في الحاله هذه ولا اخر. نشوفوا الناس كل تشوف كيفاش الاخر بقينا، كان هو كان نجم فما ضرب الجزاء قبل هذه كان نجم يصفرها، ممكن ياس كان تصفر للنادي الافريقي، للنادي الافريقي كان نجم يصفر. مش نحب نعرج على العمر محوري، يرجع الكره معز بن شريفيه، إذا يتحمس اللقاء، لقاء الأجوار رقم 110 بين الفريقين. ياسين حروش يعلن عن مخالفة ضد درامان تراوري. أليكسيس ميندومو كرة محوري، يرجع الكرة معز بن شريفية. إذا يتحمس اللقاء، لقاء الأجوار رقم وجدي بوعزي، أسامة الدراجي، والإشارة من المساعد الأول يمن الملولشي. إذن مخالفة لصالح أسامة الدراجي، وكان تدخل من سيف الدين بن عكرمي، ويبقى على أرضية الميدان قائد الترجي التونسي، ومن المفارقات إلى حد الآن قائد الترجي موسمين المشاركات القارية الأندية التونسية على عكس أوروبا. إزيكيال كرة ما توصلش لوسام بن يحيى، التونسية على عكس أوروبا. إزيكيال التونسية على عكس أوروبا. إزيكيال التونسية على عكس أوروبا. إزيكيال الشمام يبعد الكرة من وسط الميدان. سيف الدين بن عكرمي أمام أسامة الدراجي، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي، المخالفة للظهير الأيسر سيف الدين بن عكرمي، تعلم أسرار وأيضا الميدان. سيف الدين بن عكرمي أمام أسامة الدراجي، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي، المخالفة للظهير الأيسر سيف الدين بن عكرمي، تعلم أسرار وأيضا والحارس معز بن شريفية في المكان المناسب، والإعادة للتوزيعة من أسامة السلامي، وإيزيكيال يسعد ويوسف المويهبي بحركة فنية قبل خليل شمام، والكرة الأخيرة، والإعادة للتوزيعة من أسامة السلامي، وإيزيكيال يسعد ويوسف المويهبي بحركة فنية
قبل خليل شمام.